السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مفروض 25/7/2020 الموافق السبت إن شاء الله هنبدأ النهاردة نقدم فيه تدريب البنك المركزي اللي هو التدريب الافتراضي اللي هو يكون التدريب الأونلاين اللي هيكون الانترفيو بتاعه برضه هيكون أونلاين تمام بسبب طبعا ظروف كورونا واللي بتمر بها البلاد وهكذا فممنوع التجمعات والسفر للقاهرة أو للسفر لأماكن التجمعات. طبعا أول حاجة هتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان طبعا يوصلك كل ما هو جديد. وهندخل على جوجل. أول حاجة هنكتب هنا البنك المركزي. هنلاقي كلمة وظائف نضغط عليها. ننتظر الصفحة بس تحمل. هنلاقي على اليمين مكتوب تدريب الطلبة هنضغط عليه ونقول له للتقدم للتدريب اضغط وهتلاقي فتحت لك صفحة اضغط هنا. هتحمل الصفحة على طول. التقديم يا جماعة سواء من على الموبايل او من على جهاز الكمبيوتر او من على اللابتوب نفس الموضوع. هنيجي على الاسم الاول ونكتب الاسم الاول فقط. اسم التاني تكتب برضو الاسم التاني بتاعك. تمام. وتعالى عند الرقم القومي اكتب الرقم القومي بتاعك. طبعا في الرقم القومي مش هيقبل ان هو يتاخد كوبي بيست تمام فانت هتكتبه في مكان جانبي او تنقله على طول تمام هتكتب الرقم القومي بتاعك ومصر الجنسية هتختار نعم والنوع طبعا ذكر ولا انثى تمام البريد الالكتروني بتاعك هتكتبه رقم التليفون الارضي لو فيه يفضل يعني عشان بيانات طبعا عندي ارضي عشان عندي نت فمش في الغالب ما بستخدموش يعني رقم التليفون المحمول تاريخ الميلاد بتاعك هنبدأ نختار تاريخ الميلاد زي ما بختار كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين بختار بالظبط هنبدأ نختار تبدأ تختار تاريخ الميلاد بتاعك تمام كده الجامعة نيجي عند الجامعة طبعا هنختار جامعة طنطا حسب بقى كل واحد في جامعة ايه التخصص بتاعك المجموع بتاعك المجموع بتاعي 460 4060 ثانية واحدة بالظبط نجمعه أربعة ستمية يا جماعة سوري التقدير التراكمي جيد جدا السنة الحالية الرابعة اسم الأماكن الطلابية وأنشطة طلابية هبدأ بقى بالإيه بالأنشطة الطلابية مركز الخدمة العامة بصوا يا جماعة في الأنشطة الطلابية ديت حاول تكتب أي حاجة يعني تشوف بقى زمايلك اللي في أسر اللي في كده يعني فتمام عشان الدنيا تكون لذيذة معاك يعني
الفترة لحد تقريبا تمام، الى هتظبط تواريخ كده يا جماعه، تمام هتظبط التواريخ كده. هنيجي بقى على التدريبات السابقة. طبعا لو انت متطوع في اكتر من نشاط هتلاقي كلمة اد، تقدر تضغط على اد وتكتب الحاجة اللي انت متطوع فيها. نيجي بقى على التدريبات السابقة. انا عن نفسي هبدأ بالتدريبات اللي خدتها من الاول، تمام. هنختار الفترة، طبعا الفترة دي حاول تختارها بدقة. طبعا السنة اولا يعني كانت في 2018، كان من شهر 6. خمسة ستة الى كانت تمام. حاجة تانية، عايز تضيف حاجة تانية، نيجي على اد هيفتح لك حاجة تانية. هكتب شركة مصر للمقصة والإيداع والقيد المركزي، الإدارة مش إدارة الاهتمام بقى. نشوف بقى أنا كنت في المكان ده بالتحديد فين بالظبط، وكان شامل يعني كان كل الإدارات. الفترة دي كانت مدة شهر بالنسبة لي كانت في 2019، كانت في شهر أغسطس، يعني من 1 أغسطس 2019. حاول يا جماعة ما تكتبش حروف ملهاش لازمة، تمام. هنيجي هنا عمليات مصرفية، إدارة المخاطر، وهنيجي هنا أذكر أسباب التي خلتك تروح تقدم في البنك المركزي. يعني معلوم يعني هو هيديني حاجات مش هلاقيها في بنوك تانية. تمام، ما هدفك الوظيفية؟
بيزنس ديفلوبر. تمام كده كل حاجة بفضل الله. كل حاجة كده يا جماعة بفضل الله تمام. ونتأكد ان احنا مش عاملين حاجات نسف مئوية والحاجات اللي احنا عارفينها ديت تمام. ونقول له صمت. هنا بيقول لك حدد الشعبة تمام. الشعبة هنختار له محاسبة تمام. إدارة مالية ومحاسبة. هنقول له صمبت. مفروض يا جماعة احنا قدمنا بنجاح، تم التقديم بنجاح، وبقول لك شكرا على رغبتكم في الانضمام الى البنك المركزي. وبكده بفضل الله يا جماعة المفروض ان انا هنتظر على البريد بتاعي اللي هي رسالة الرسالة بتاعة الانترفيو تمام. وطبعا عشان الانترفيو هيكون اونلاين يا جماعه، طبعا اتمنى انكم تكونوا سمعوا الفيديو للاخر. طبعا في نهايه الفيديو اتمنى طبعا اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.